بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه قصيدة للشيخنا الشيخ محمد الحسن، والذي تدوت على الله عمره وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقولها ذبا عن جناب الشيخ بابه للشيخ سيدي رحمة الله علينا وعليه. ما الشيخ باب بمجهول ولا قومي ولا بمتهم في الدين مذموم، فخر البلاد وأهلها ودولتها وناصر الدين حامي كل مظلوم، مجدد السنة الغراء ناشرها ووارث المصطفى في كل مرسوم، نشيدنا ذكره السامي وسيرته وكل ما قال من نثر ومنظوم، أحله الله في العليا ووسرته على مقام شريف القدر معلوم، في ذروة المجد عال ليس يخفضه بين الورى رمز أهل الجهل واللوم، لا يطفئ الشمس نفخ من أخي نزق وسط الحضيض بقاع الجهل مطموم، لكن وراثة خير الرسل ملزمة من مجرمين عدوا غير مكتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.